أرضية ميدان التحدي في هذا الصباح. شعرات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في سن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص بالإبكار الحيل من مسافتنا 5 كيلومترات. نسير ونبدأ بعد المراكز، ننطلق مع أول المراكز، ننطلق هناك مع فن بشعار هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتواجد هنا في عملية التضمير، وفي ثاني المراكز هناك من الجانب الآخر بشاير بشعار هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فران المري يتواجد في عملية التضمير مع بشاير. وفي ثالث المراكز وصلت صيت بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. وفي رابع المراكز وهناك في رابع المراكز وصول أيضا من شعار هجن الشحانية منطلق على رابع المراكز، وهناك جابر بن سالم بن فران المري. هنا الشبل ينطلق ويندفع، هنا يقدم لنا وجد على رابع المراكز وخامس المراكز. هنا وصلت الموج بشعار هجن الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، وعود إلى الصدارة وإلى أول المراكز. هناك فن بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية هنا مع أول المراكز مع فن، وهناك حصول وتغير إلى الصدارة. هناك وجد غيرت وانطلقت إلى أول المراكز بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري. هنا الشبل ثاني المراكز فن بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. وفي ثالث المراكز وصلت بشاير بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري. وفي رابع المراكز وصلت الموج بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وفي خامس المراكز هناك من الجانب الآخر الريان بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. هنا منطلق على خامس المراكز، وعود إلى وجد بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري. هنا الشبل ينطلق على أول المراكز ويتواجد مع وجد ثاني المراكز. هنا بشاير، هنا هجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري. وفي ثالث المراكز الريام من الجانب الآخر منطلقة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. وفي رابع المراكز وصلت فن بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب. وخامس المراكز براقة لسعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني وعبد الهادي بن علي بن ناصر المري في عملية التضمير. هنا الأسماء والشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نعود هناك إلى وجد بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من قدم لنا مزنة مع أول أشواط هذا الصباح. وهنا في هذه اللحظات يقدم لنا وجد الله هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن صيادة قادمة صيادة أول ندى. هنا منطلقة صيادة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، وغيرت إلى الصدارة وانطلقت إلى أول المراكز صيادة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني المراكز وجد بشعار هجن الشحانية أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز فن بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. وفي رابع المراكز هناك أريام بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وخامس المراكز وأختتم بها النداء بشاير هنا هجن الشحانية الذهبي سالم
بنفران المريه منطلق على خامس المراكز، هو متواجد هنا مع بشاير في عمليه التضمير. ولكن اعود الى الصداره، الى صياده بشعر هجن الشحانيه منطلقه مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري منطلقا هنا مع صيادة على أول المراكز وعلى الانطلاق الأول. الله الله الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. الله الله الله، هنا صيادة تستفتح أبواب الكيلو متر الأخير. هنا منطلقة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وفي ثاني المراكز هناك منطلقة أريام وجد بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز فن بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. بدأت الأسماء وبدأت الشعارات بالتحرك إلى الصدارة. الله الله الله، هناك صيادة بشعار هجن الشحانية. ثاني المراكز فن بشعار هجن الشحانية، صيادة منطلقة، الشبل يتواجد في عملية التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. فن يتواجد هنا مع فن محمد بن خالد العطية. وفي ثالث المراكز هناك ريام بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن صيادة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشكور يا الشبل. هنا يقدم لنا صيادة من قدم لنا مزنة مع أول أشواط هذا الصباح، وفي هذه اللحظات يقدم لنا صيادة تهانينا والناموس لهجن الشحانية. سلام الشحانية سلام، ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولحظة وصول أريام وفي ثاني أو صيادة ثاني المراكز، ووصلت هنا ثاني المراكز أريام بشعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. وفي ثالث المراكز ووصلت هنا ثالث المراكز هناك فن بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطي. وفي رابع المراكز ووصلت وجد بشعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. وفي خامس المراكز ووصلت هنا بشاير بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لحظة وصول صيادة إلى خط النهاية، التوقيت الزمني 7:58 و6:06. نهني هجن الشحانية ونهني جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني المراكز آتت هناك أريام، التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 7:59 و3:03. ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث المراكز كانت هناك فن، التوقيت الزمني 7:59 و9:03. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.